الله يخليك عويناتكم اللي زوينين. شكرا حبيبة ديالي. الوطن المغربي حاضر. واش نقول لك، انا زعما كل صراحه دابا ما عنديش وقت اني نفكر في شي حاجه، بل لاني عندي الاسبقيات والاولويات لحوايج اخرين اللي متعلقين بالعمل ديالي بطبيعه الحال. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم ان شاء الله عما قريب ان شاء الله. شوف هو ان شاء الله غادي يكون عرس، غير انا ما غاديش يكون داك الشيء كبير بزاف، غادي نقتصر غير على الاقارب وصافي، وبيان سور ما عنديش مع داك الشيء ان العرس يدا يعني يولي اي واحد كي يشوف لك الداخل ديال سميتو ديالك، ما انا شي كونتر زعما صراحه. شوف انا نقول واحد المساله، ان دائما الفنان سواء كان يعني الله بادي او لا عنده كارير، الا ما كانش عنده لونتوراج ديالو لا بد خص يكون عنده واحد الناس اللي خدامين معاه اللي كيوعيوه وكيوريوه وكيوريونتوه للطريقه المزيانه، ومن طبيعه الحال ما كيبقاش يطيح في يدخلش لشي متاهات اللي هو في غنى عنها يعني. فانا مع الاسف الله الا كيحزني في قلبي هذا الشيء اللي تيوقع، وكتشوفي كتعرفي بان راه بنادم راه بوحدو تيقص كيخربق وتي مع الاسف. مي انا النصيحه اللي نعطي زعما دو بريفيرونس يكون واحد ليكيب، تكون اون ليكيب اللي غادي تحافظ الفنان، حتى ما يمكنلوش يدير كل شيء. لا ماشي بالضروري، يقدر يكون من العائله ويكون باخس، هو خص يكون شي واحد اللي كيمتاز بالذكاء ويكون واعي وفاهم وعارف شنو هو الميدان. هذا الميدان صعيب، يكون عارف وعارف يعني الخبايا ديالو، خص يكون عنده هذا الفيتنه يعني باش يعرف يسير داك الارتيست وينجحو. شوفي انا زعما الصراحه الله، انا الصوت ديال دنيا صوت رائع وكتعجبني كفنانه، وجي ما يمكنليش ندوي عليها كانسانه لاني ما كنعرفهاش، عن قرب ما يمكنليش نقول عليها حتى شي حاجه. ف انا خربوشه ما سمعتهاش، مي كنظن غادي تكون بدعت فيها اكيد لان فنانه مزيان يعني. هاد الشباب اللي طالعين دابا وكاين اجتهاد صراحه، كاين اجتهاد انا فاجئوني، ولا سيما ملي كي يعني كيديروا واحد المزج ما بين القديم والجديد يعني، فالافكار رائعه. هادشي اللي نقدر نقول يعني افكار رائعه. لا 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 بالعكس، لا لا اللي تيقول هادشي زعما كي لا لا فنانه وفنانه ديال بصح زعما الصراحه. الدراري اللي هما كفء، والدراري ملي كتدخل معاهم الاستوديو كيبهروك، والدليل على هذا راك شتي يعني بزاف ديال القطع اللي الضربات مزيان يعني. السعد يعني ما غاديش نهضروا عليه كفنان لان فنان كبير بزاف صراحه، يادي والاخلاق ديالو السيد طيب، والسيد يعني انا بحكم اني عرفته عن قريب وهذا يعني عن قرب، فشان نقول لك زعما الدري الله يعمرها دار، الدري مربي، الدري كذا. هذا المشكل اللي وقع ليه ممكن يوقع لاي واحد، والناس ما خصهمش يبقاو كيزيدوا فيه لان كيبقى ولد البلاد وتيبقى، وكنا كنخطئوا حتى كاع الا خطا الواحد يدعمه والواحد يوقف معاه. عرفتي اش نقول لك، هذا الموضوع هذا موضوع ماشي ديال 5 دقائق ولا ديال، هذا موضوع مهم ومهم جدا، وموضوع اللي فريمون خاصو جلسه وخاصو حوار ديال بصح باش يتقالوا فيه بزاف ديال النقط، بزاف بزاف بزاف. واش نقول لك، وتقول لك في التأني السلامه، في التأني السلامه. هادشي راه هادي هي الطامه الكبرى، ان بنادم ولا اي حاجه عنده ولا كيطلقها على العنا ولا كينشر الغسيل ديالو، اش تربح من هادشي؟ اش تربح يعني؟ كتربح الشوه اكثر من اي حاجه اخرى، كتبقى عندك حتى شي قيمه، فهمتي؟ هادشي دابا اللي خصهم يفهموا الناس، راه كتشوه راسك وكتشوه عائلتك وكتشوه بلادك وكتشوه بزاف ديال الحوايج.
ان شاء الله كاين مهرجانات، كاين مهرجان ديال اتصالات المغرب، كاين واحد، كاين بزاف ديال المدن اللي كاين بحال الحسيمه، كاين السعيديه، كاين المضياق، كاين مارتيل، كاين بزاف. قريب ان شاء الله، ان شاء الله هذا من البروجي ان شاء الله اللي كاين. ساميه زعما ماشي زعما حيت بنتي، هي عندها واحد الصوت زويون لائق للغنى، والمتميز فيها انها كتغني جميع الالوان، جميع الالوان. و حاجه واحده، هي كسوله واحد شويه، هي كسوله واحد شويه، ني با موتيفي جو سي با بوركو. كنبغيش نبزز عليها، لان ملي كيكون الفنان ما تقدرش تبزز عليه، خلي على خاطرها باش تشوف هي شنو بغات. لا عارفاني زعما انا واقفه في ظهرها وداكشي، لا ماشي من هاد الناحيه، غير هي ما عرفتش. انا الصراحه ما تنسولهاش، نقول لها علاش زعما ما بغيتيش، مي خليتها على راحتها حتى تشوف وقتاش. هو ما نقدرش نقول لك دابا حاليا في هاد الزمن في هاد الوقت ما كايناش، ولكن العهد اللي دزنا منه حنا كانت الصدقة صراحة، كاين الصدقة ديال 40 عام وديال 50 عام وباقا غادا. أنا عاود لك وحدة، كنت عندي واحد السهرة في ليون، وكان واحد من الجمهور كيتفرج في السهرة، أنا بيانتو ملي كنكون كنغني ما كنركزش على واحد كنشوف فيه ولا شي وحده كنشوف فيها، ملي كنشوف انا دائما في لو فيد باش ما يمشيش ليا الكلام، وانتم عارفين هذا الشيء. دونك يمكن هو جاب له راسه بحال الا انا شفت فيه ولا، وخداها بالمعقول يعني بجديه. حتى كيفاجئني واحد المره، جا المغرب، هو الجيريا، جا المغرب وجاب واحد البوكي ديال الورد داكشي، وعيط عليا في التليفون قال لي راه بغيت نشوفك وهذا، قلت له واخا با بروبليم، قال لي بغيت شي حفله ما تحفله، دار معايا في واحد الاوتيل، مشيت كنلقى السيد لابس الابيض وهاز الورد جا غيتزوج. انا بيان سور ما عرفتوش، سلمت عليه وداك الشيء قال لي سيربريز. قلت له ما عرفتكش، تصدم. قلت له ما عرفتكش، قال لي كيفاش ما عرفتينيش؟ قال لي انا عشت علاقه حب بيني وبينك فري، عرفتي لقيتو السيد مسكين، مسكين هو كان تيحلم مسكين، عرفتي ضحكت ما نكذبش عليك، لا عرفتي فريمون المنظر كان كيضحك. قلت له سمح لي، قلت له انا مجوجه، قلت لهم اش كتخربق. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.